أخبار اليوم. بعد مرور المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بجولتيها الأولى والثانية بشكل هادئ ودون أي مشكلات أمنية أو تنظيمية باستثناء حالات بسيطة وغير مؤثرة ولم تعطل مسار العملية الانتخابية، تستعد 13 محافظة مصرية لانطلاق ماراثون المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015. وبينما يبدو الأمر طبيعيا في أغلب محافظات المرحلة الثانية، فهناك استثناء يحتاج إلى وجهة نظر وتعامل مختلفين. يتمثل هذا الاستثناء في محافظتي شمال وجنوب سيناء، إذ يختلف المشهد في المحافظتين عن باقي محافظات المرحلة الثانية، وخاصة على صعيد الاستعدادات الأمنية والترتيبات العملية واللوجستية الخاصة بالانتخابات هناك، نظرا لما تمر به المحافظتان من ظروف وأجواء تتمثل في اضطراب الحالة الأمنية وانتشار أعمال العنف والإرهاب وجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التعامل مع الأمر وبسط السيطرة على كامل مساحة شبه جزيرة سيناء، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار جمهوري في 27 من أكتوبر 2015 بمد حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في محافظة شمال سيناء على خلفية الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها المحافظة. يبدأ حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء من 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، وهي مواعيد تدخل ضمنها المواعيد المحددة للاقتراع في الانتخابات البرلمانية والتي تبدأ من 9 صباحا وحتى 9 مساء، الأمر الذي يستلزم ترتيبات خاصة من اللجنة العليا للانتخابات، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين في شمال سيناء 226,564 ألف ناخبا في 4 دوائر على النظام الفردي، هي دائرة مدينة العريش ودائرة رفح والشيخ زويد ودائرة بئر العبد ورمانة ودائرة وسط سيناء، ومخصص لها 5 مقاعد على النظام الفردي، بينما تتبع المحافظة أيضا دائرة قطاع شرق الدلتا ولها مقعد واحد من إجمالي 15 مقعدا بالقائمة التي تترشح عليها في حب مصر فقط، بينما يبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة جنوب سيناء 73,245 ألف ناخبا في 3 دوائر على النظام الفردي، هي شرم الشيخ والطور ورأس سدر، ولهذه الدوائر 3 مقاعد على النظام الفردي، حيث تتبع جنوب سيناء قطاع شرق الدلتا، ولهذه الدوائر 3 مقاعد على النظام الفردي، حيث تتبع جنوب سيناء قطاع شرق الدلتا في القوائم، ولها مقعد واحد من إجمالي 15 مقعدا بالقائمة. مصطفى سعد، أخبار اليوم.